أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه. حلقتنا اليوم شوي حساسة اجتماعيا، بس لازم نقولها. زواج الأقارب علميا الأمراض العضوية والنفسية بما فيها الأمراض النفسية، ترى زواج الأقارب، عشان كذي حطوا فحص قبل الزواج، زواج الأقارب من الأشياء اللي تساعد على نشوء هذه الأمراض وإبرازها وإظهارها. ما شفت حالة مرض نفسي حقيقي، يعني مرض من غير مسبب خارجي واضح، إلا وفي البيت أحد أو بالعائلة أحد مريض نفسي، سواء من صوب الأم أو من صوب الأب أو من صوب الأثنين لما يكونون أقارب يصيرون حق بعض. كل ما زاد صلة القرابة كل ما زاد نشوء هذه الأمراض أكثر وانتشارها أكثر. هذا متخصصين في ملوت الوراثة، علم الوراثة. في عادة ما زالت موجودة، يعني هي مو زينة هذه العادة، عادة أنه لازم اللي تتزوج أحد منا وفينا، ولد خالها، ولد عمها، ولد عمتها، ولد خالتها، والعكس صحيح، أنت ما تتزوج إلا بنت عمك أو بنت عمتك أو بنت خالتك. أرجوكم يا جماعة أن نراجع أنفسنا في مثل هذه العادة. ليش؟ أنت تبي تزوج البنت أو تبي تزوج الولد بناء على شيء أنت نشأت عليه، والأشياء اللي إحنا نشأنا عليها، يعني إحنا نشأنا أن نسافر ونروح ونرجع سابقا بجمال، يعني نظل إحنا نسافر ونروح ونرجع بجمال أو بحصن، نشأنا أن نروح من منطقة إلى منطقة مشي، زين إحنا نظل نمشي مشي وفي سيارات، نشأنا أن إحنا نطلع البحر ونغوص ونجمع لولو ومحار، زين نظل إحنا نسوي وعساس أن نطلع قوت يومنا، زين خلاص نهد الوزارات وما نشتغل ونهد الشركات والمؤسسات والأشياء هذه ونظل نشتغل بهذه الوظيفة. فلازم نراجع أنفسنا في بعض العادات اللي إحنا توارثناها، في بعض الأشياء ترى إحنا نسويها كذي، نسويها لأن تعودنا أن نسويها وما فكرنا أن إحنا نراجع مثل هذه العادات، من ضمنها زواج الأقارب. زين أنت شدراك أن ولد عمها أو ولد خالتها يناسبها فكريا، يناسبها ثقافيا، يناسبها اجتماعيا، مو شرط تكون هي أحسن منها، يمكن هو أحسن منها، مو شرط أن تكون هو أقل منها، يمكن هي يعني ما له علاقة، مو الأفضلية، أنا ما أتكلم على الأفضلية، بس يمكن ما يتناسبون يا أخي. ولكن للأسف في بعض الناس هذا الشيء بالنسبة لهم قانون، ما يصير ياتك أو يالك ولدك وقال لك والله في الجامعة عندي بنت فلان الفلاني من العائلة الفلانية من النسب الفلاني، إنسانة محترمة، إنسانة، وأنا أبيك يا يما تخطبين لي إياها. لا، ليش؟ إحنا حاجزين لك بنت عمك من وانتو صغار. إيش دعوة إذا بتعمل أشوفها مثل أختي أنا، يعني وايد هذه الأمور نشوفها، يبقى أشوفها مثل أختي، ماني قادر، شون يعني ما أشوفها نظرة زوجة، زين ما بيها أنا، ما بي بنت عمي، ما أشوفها نظرة أخت، بس أنا ما بيها ولا أنا صوبها ولا أدري عنها ولا أعرف عنها شيء ولا يعني ولا عاجبتني، يمكن شكلا مو عاجبتني، شلون يعني ما بي، يمكن عمي مو مرتاح أن أنا أناسب هذا العم، يبقى عيال عمي ما بي أناسبهم هذول عيال عمي إخوانها، وين المشكلة؟ يبقى ما فيهم شيء، والنعم فيهم والنعم في عمي والنعم في عيال عمي والنعم فيها هي بنت عمي، بس يبقى أنا أبي هذه البنت، أبي هذه اللي أنا شفتها معاي في الجامعة وارتحت منها، وين المشكلة؟ أو اللي شفتها معاي في الدوام، إنسانة محترمة محتشمة، هي تكلمتها قلت لها عادي أدزلك الوالدة، إيه بهذا رقم أمي، هاي موافقة مبدئية من البنت ضمنية، هذا رقم الوالدة، خل والدتك تكلم والدتي، صلى الله وبارك. يرجى الانتباه بعد الفاصل راح نوضح أكثر شنو ضرر زواج الأقارب، خلكم معنا. يعني أعزائي المشاهدين، كم أسرة
أو مو أسرة، كم عائلة حدث بينهم مشاكل بسبب أن بنت الأخو تزوجت ولد الأخو وصار بينهم مشاكل ما اتفقوا، والإخوان الأثنين الكبار تزاعلوا وافترقوا عن بعض، أو الخوات تزاعلوا وافترقوا عن بعض، وعلاقتهم من أروع العلاقات كانت قبل لا يتزوجون عيالهم من بعض. هذا أحد أضرار ترى زواج الأقارب. ناهيكم عن ضرر زواج الأقارب من الناحية المرضية، يعني في وايد بعض العوائل يعني ثلاسيميا، أنيميا البحر المتوسط، الثلاسيميا هذا مرض عارفه لأن عندنا بالعائلة، ما يصير يتزوجون أقارب، ما يصير ممنوع. إذا تزوجتوا راح يطلع أبناء فيهم تشوهات وفيهم إعاقات، ما يصير، هذا زواج غير آمن. عاد كيفك أنت بعد الزواج، بعد ما تسوي الفحص قبل الزواج وقالوا لك زواج غير آمن تبي تروح تزوجك، أنت مسؤول عن هذا الموضوع. هذا أكبر دليل على أن الزواج مو زين من الأقارب، من نفس الدم، من نفس الشجرة مالت العائلة. ترى بالمناسبة كثير أبحاث على أمراض نفسية، أنا أتكلم مو كثير، أغلبها، أغلب الأبحاث النفسية على الأمراض شنو السبب مال المرض، يعني مثلا مرض الفصام لما تقرأ زين شنو سبب مرض الفصام؟ أول سبب يقول لك سبب وراثي، أول سبب فصام، ها مرض وراثي، سبب وراثي، بعدين يقول لك البيئة والتربية والتنشئة وإلى آخر. زين مرض مثلا اضطراب الشخصية، هل تعلمون أن مريض الفصام يورث مريض اضطراب شخصية حدية؟ يعني مو فيزياء، مو قاعدة، يعني مو واحد زائد واحد يساوي اثنين، مو إلزامي كذي، بس أغلب مرضى اضطراب الشخصية الحدية يكونوا ماخذينه من أحد، عند أحد أفراد أسرتهم يكون عنده مرض الفصام. الوراثة علم مستقل بروحه ولا أول ما لا آخر. ليش طلعوا هذا العلم؟ عشان نتجنب الأمراض الوراثية. زين إذا في عندي احتمال أن ييني مرض وراثي من الأب، ليش أنا أزيد هذا الاحتمال وأخذ أم قريبة على هذا الأب عشان تزيد الاحتمالية أكثر بحدوث أو الإصابة بهذا المرض؟ زين أقل الاحتمال خليها 50% اللي هو بس فرد واحد من أفراد الأسرة، الأم أو الأب. زائد الأمراض، زائد المشاكل الاجتماعية، يعني المشاكل بين الأخو والأخت، المشاكل بين الأخو والأخو إذا كانوا عيالهم متزوجين، وهكذا. فيرجى الانتباه يا جماعة، إذا يالك ولدك وقال لك أنا أبي أتزوج، خله يختار، أخذ رأيه، شاوره. في أمهات وأبهات إلى اليوم يا جماعة، أنت ما تعرف مصلحة نفسك. إذا أنت تشوف ولدك أنه ما يعرف مصلحة نفسه، يبقى لا تزوجه، تبلش بنت الناس معاه. أنا أبي فلانة، لا ما راح تأخذ فلانة، تأخذ فلانة. ليش؟ أنت ما تعرف مصلحة نفسك. يخاش حق تزوج عيال، شو التناقض هذا؟ أو أم تقول حق بنتها تزوجي هذا المعرس اللي متقدم لك، يبقى ما ارتحت له، ما يعني ما ارتحت معاه بالخطبة والشوفة الشرعية وشي، قعدت معاه وتكلم ما عجبني، ما ارتحت، والنعم فيه بس ما ارتحت، ما لقيت نفسي معاه. لا أنت ما تعرفين مصلحة نفسك، إيش حق تزوجينها؟ ما تعرف مصلحة نفسها، بتجيب عيال، بتربي عيال، ولا بتجيب العيال بتقطعها عليك، تقطهم عليك. أنت وين بتتحملين باكر صار عمره 60-70 سنة تشيلي لك ياهل عمره 6 أشهر تقعدين ترضعينه وتوكلينه وتشربينه وتغيرين له؟ يعني هذه بعد غير سالفة. إذا تشوفون عيالكم الأولاد أو البنات ما يعرفون مصلحة نفسهم، لا تزوجونهم، ولا لا تصيرون متناقضين. متى ما شفت إن ولدك أو بنتك عارف مصلحة نفسه، ذيك الساعة قول له إيه، بطق له الصدر وقول له أنا أروح أخطب لك، أو أنا أروح أخطب لك، أو يعني قصدي استقبل الزوج اللي هي يتقدم لك. فيرجى الانتباه يا جماعة، ما نحطها قاعدة عندنا، ولا قاعدة أن من الصغر هذا حق فلان من الصغر، وهذا حق فلان حق فلانة من صغرهم. لا ترى هذه الحركة بعد هم مو حلوة، حق الأطفال نفسهم مو حلوة. نغير هذه العادة، أنا أدري أنها عادة من زمان قديمة موجودة، إيه فلان فلانة تزوج فلان وفلان يتزوج فلان، هم أعمارهم سنة سنتين. يعني خل نغير هذه العادة علشان نظرة الولد ناحية هذه البنت ونظرة البنت ناحية هذا الولد شوية تكون يعني ألطف وأفضل وأحسن، ولا تنبني مشاعر مصطنعة بناء على إيحاءهم لهم وهم يهال أنهم حق بعض، يمكن غير متناسبين وغير متوافقين. يجيني واحد أو تيني واحدة زوجوها حق
واحد من الأهل يعني ولد خالتها ما أدري ولد عمها، لأن من وهم صغار قالوا إن هذا حق فلانة. زين هذا لما كبر صار عمره 17-18 قام يتعاطى مخدرات وما كمل دراسته وهي كملت دراستها. هاي حقيقة، ما كمل دراسته وهي كملت دراستها. وبعدين عقب ما هذا راح توظف وظيفة ما تناسبها هي حسب مستواها الوظيفي، وبعدين ما يدرون عنه أنه هو تعاطى. وبعد ما تزوجت هي اكتشفت أنه هو يتعاطى. زين ليش تزوجتي من البداية؟ ما هي من وإحنا صغار يقولون فلان حق فلانة وفلانة حق فلان. والله زي أو حولها من وهي صغيرة يعني شبعوها بالإيحاء أن هذا لك، لدرجة أن وقت الخطوبة هي كانت متقبلة تماما أن ولد عمها هذا أو ولد خالها يتزوجها. ما فكرت ببيئته، ما فكرت بنشأته، ما فكرت بطريقته بتفكيره، ما فكرت. تقول ابتلشت عقب أول أسبوعين ثلاثة من الزواج اكتشفت أنه هو يتعاطى مخدرات. تعال الحين فتش، هذه فضحت ولدنا وطلقت ولدنا أو هو طلقها وفضحته، وتصير مشاكل أسرية بسبب إحنا في غنى عنه. لذلك يرجى الانتباه ومراجعة أنفسنا على بعض العادات اللي عندنا اللي نحتاج أن نراجعها ونعدلها. ويعطيكم العافية.